بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الملك خالد الخيرية، مركز الملك خالد الإرشادي، مقرأة جامع الملك خالد بالرياض تقدم شرح منظومة الشاطبية، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع لفضيلة الشيخ المقرئ عدنان بن عبد الرحمن العرضي. الإخوة، في سلسلة دروس القراءات وشرح متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، وكنا قد افتتحنا شرح سورة أم القرآن، وكانت الخطة أن نكملها لكن حال الوقت دون ذلك. وقبل أن نستكمل شرحها نأخذ ثلاثة أسئلة في الأبواب التي شرحناها سابقا، وهي الاستعاذة والبسملة وسورة أم القرآن، ما شرحناه منها، الجزء الذي شرحناه. في الاستعاذة في قول الناظم: وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل يا شيخ. نعم تفضل. البعض أخذ البيت على ظاهري والبعض أخذ على باطني بأخبار الرموز. فبأخبار الرموز إن الفاء اللي هو حمزة والألف اللي هو نافع أخفى الاستعادة في بدء القراءة. أيوة، يعني أن حمزة ونافع المرموز لهم بفصل أباه قد قرأوا بإخفاء التعوذ، وإخفاؤه فصل أباه. وأكثر الشراح على أنه ليس في البيت رمز، وأن فصل أباه ليس رمز وإنما هو قول أن هذا فصل من فصول التعوذ وباب من أبوابه التي تكلم فيها العلماء. وقد أبى العلماء الوعاة المدققون هذا الإخفاء على الأقل من هذا الطريق، على الأقل من هذا الطريق. وقال الناظم رحمه الله: وبعضهم في الأربع الزهر بسملة. ما هي الأربع الزهر وما تحقيق المسألة فيها؟ طب ناخذ من اليمين، احنا اخذنا مرة من اليسار. تفضل يا شيخ عبد البديع. نعم، والبلد، القيامة والمطففين. ايوه، القيامة والمطففين والبلد والهمزة. والتحقيق أنه لا فرق بين الأربع الزهر وغيرها. أخيرا في البسملة في سورة أم القرآن نأخذ سؤالا. قال: والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد لولا. أيها الشيخ صبري. أحسنت، أي أن خلفا روى عن حمزة إشمام باب الصراط كله، سواء معرف، منكر، منون، غير منون، أشمه أزاي
وكما قلنا يعني في خلاف في نطق الإشمام، وجدناه كثيرا في الأمصار المختلفة، ولكن يعني لئلا نشوش عليكم فالذي تلقيناه عن مشايخنا هو إشمامها بما يشبه الضاء العامية في بعض اللهجات، الظراط ظراط ونحو ذلك. وهذا رواه خلف قولا واحدا، أما خلاد فرواه في الحرف الأول فقط من الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، حتى الحرف الثاني لا، الحرف الثاني يقرأه بالصاد الخالصة كالجماعة. والإشمام هو إشمام حرف بحرف كهذا، هذا النوع الأول من الإشمام. وهناك إشمام حركة بحركة، إشمام حركة بحركة، كما يشمون الكسر الضم في قوله في قيل وغيض والباب، وسيأتي يعني مثلا وإذا قيل له، قيل قيل له وحيل بينه وجيء بالنبي، هذا احنا لم ندخل عليها حرفا آخر وإنما دخلنا على الكسرة إيه؟ ها؟ الضم. وهذا سيأتي يعني بيانه في موضعه، لكن من باب التنبيه بما أننا تكلمنا على الإشمام، فالنوع الأول هو إشمامه ها؟ حرف بحرف كالصاد أشممناها إزاي، والثاني ما هو حركة بحركة كما نشم الكاسرة الضم، والثالث أيوة الإشمام المقارن كما في نعم كما في ما لك لا تأمن على يوسف، لا تأمن، الآن أنت تشير إلى أنه أن فيه هنا ضمة أصلا فتشير بالشفتين، ما لك لا تأمن على يوسف، لا تأمن هكذا، هذا الايه النوع الثالث. وهناك الإشمام البعدي الذي يأتي في أواخر الكلمات، أنت تشير فقط إلى أنه هذا الحرف مضموم ولا يتأتى إلا في المضموم. إياك نعبد وإياك نستعين، بس فقط تشير بالشفتين، نستعين نستعين، فقط إشارة بالشفتين، وهذا البعد. نعم نعم، لا هو الإشمام يشم، أشم يشم، من أشم الطيب أي أوصل إليه الطيب. نعم. وكنا تكلمنا عن ميم الجمع. نعم نعم، احنا اتفقنا يعني على ان تكون المداخلات والاعتراضات والأسئلة في الأخير، لكن يعني لا نريد الأكثر من هذا، وفي هذا المقام نشكر الإخوة الذين التزموا بذلك في الدروس، وخاصة في درس الرسم والفواصل. الدرس الماضي فقط يعني حصل هدوء عن الدروس الماضية، ونريد أن يستمر ونريد أن يدعم ونقل قدر الإمكان. اكتب اكتب ما تريد في الورق، اكتب ما تريد ويأتينا في الأخير حتى لا يقطع التسلسل. في نقطة قديما مدري كان ذكر في الكسائي، كنا يعني حصل في نسبه بعض الظاهر في الأوراق اللي كنا وزعناها خلاف هل هو منسوب لبني أسد أو لغيره، تميم لا هو ليس منسوبا إلى تميم، احنا قلنا صححناها في وقتها، لكن أنا أردت أن أعود
إلى المصادر الأصلية، فرجعت إلى طبقات القراء وغيرها من مصادر التراجم، وهو الإمام أبو الحسن علي ابن حمزة ابن عبد الله ابن بهمن ابن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي، فهو أسدي ينسب إلى بني أسد بالولاء، ينسب إلى بني أسد بالولاء. أما ميم الجمع التي توقفنا عندها فإن لها حالتان، إما أن تكون قبل متحرك وهذا الذي تكلمنا عنه، قال وصيل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملة. وهذا هو القسم الأول، أن تأتي ميم الجمع قبل متحرك، فإن ابن كثير ها يصلها بواو قولا واحدا، ومما رزقناهم ينفقون وما هم بمؤمنين في قلوبهم مرض، وهكذا قولا واحدا. وهذه الصلة هي مقدار المد الطبيعي، رزقناهم ينفقون. وأما قالون فله التخيير في ذلك، أي له الصلة وله التخيير الإسكان. أما ورش رحمه الله فإنه قد روى ضمها أو وصلها بواو فقط إذا أتى بعدها ماذا؟ همزة القطع. أنذرتهم أم، لكن أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا يؤمن، هذه لا يصلها الثانية. لماذا؟ لأنها لم يأتي بعدها همزة إيه؟ قطع. الأولى يصلها لأنها جاء بعدها همزة قطع. إذن ورش يصلها إذا جاء بعدها همزة قطع، وقالون وابن كثير يصلانها إذا جاء بعدها أي متحرك. طيب، أما الباقون فإنهم يقرؤونها بالإيه؟ بالسكون تخفيفا. أما حكمها هذا إذا جاء اللي فات، إذا جاء بعدها إيه؟ متحرك. أما إذا جاء بعدها ساكن فهذا حديثنا اليوم. قال الناظم رحمه الله ومن دون وصل ضمها، وفي رواية ضمها، يعني على أنها اسم وعلى أنها فعل أمر. ومن دون وصل ضمها أو ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلى، أي أنه إذا جاء بعد ميم الجمع ساكن، احنا تكلمنا عن ايه؟ متحرك، تكلمنا عن المتحرك. قال ضمها أو ضمها قبل ساكن، رحمك الله، ضمها قبل ساكن. وإذا جاءت قبل ساكن فلها حالان أو حالتان، أن يأتي أن يأتي قبل الميم، قبل الميم هاء أو غيرها، أن يأتي قبل الميم هاء أو غيرها. فإن جاء بعدها قبلها هاء غير الهاء، لأن الهاء لها تفصيل، فإنه يصلها بدون قصد، يضمها بدون وصل، زي مثلا زي إيش؟ ألقى إليكم السلام مثلا، لهم اللعنة، لكم إيش؟ ألكم الذكر وله الأنثى. إذن إذا جاء قبل ميم الجمع غير الهاء فإنها إيه؟ تضم فقط، وجاء بعدها ساكن تضم فقط. طيب ولو جاء الهاء نفس الشيء، إذا لم يكن قبل الهاء كسرة أو ياء، زي المثال قلنا لهم اللعنة،
مثال آخر، هم العدو، مش كده؟ هم العدو. نعم نعم، أيوة، نقول حتى لو جاء قبلها، بس الهاء هذه ليس قبلها كسرة ولا ياء، فتأخذ نفس الايه الحكم لجميع القراء. إذن ميم الجمع يأتي بعدها متحرك، وهذا سبق بالتفصيل، ويأتي بعدها ساكن. إذا جاء بعدها ساكن ننظر هل هذا، هل الميم قبلها هاء أم ليس قبلها هاء. إذا كان قبلها غير الهاء فإننا نصلها كما قال الناظم، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. وقال من دون وصل يعني فقط ضمه فقط. لماذا؟ لأنه أصلا حرف المد لا يتأتى بعده ساكن. يعني حتى لو قلنا وقالوا الحمد لله أو أمتنا اثنتين، حرف المد يسقط بالسكون، لأنه لا يلتقي ساكنا، حرف المد يسقط بالإيه؟ بالسكون. فكذلك ميم الجمع صلتها تسقط بالإيه؟ بالساكن الذي يأتي بعدها. خلاص؟ إذا جاء بعدها ساكن غير الهاء فإنها تضم بدون صلة، ضمه فقط. طيب، إذا أتى بعدها الهاء فلها حالتان. إذا أتى قبلها الهاء فلها حالتان، إما أن تكون مسبوقة بكسر أو ياء، هذا قسم، وإما أن تكون غير ذلك. فإذا كانت غير مسبوقة بكسر أو ياء فإنها تلحق بالقسم الإيه؟ الأول، الذي يعني الحروف الأخرى غير الهاء. أما إذا كانت قبلها كسر أو ياء فهذا خلاف القراء، ونركز فيه. قال ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، خلاص. وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا. يعني إذا جاءت قبل هذه الهاء ها ياء أو كسرة، ونبه في الياء على إيش؟ ياء ساكنة، خد بالك. طيب نشوف الكسر، والأول قال وقبل الهاء كسر فتى العلى، وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا. نشوف الكسر، عندنا هاء مكسورة وبعدها ميم جمع. مثال ها بهم الأسباب، مثلا عليهم، لا احنا الكسر الأول، طيب. إذن بالنسبة لأبي عم قال وفي الوصل كسر اللي قال قبله إيش؟ ومن دون وصل لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا. إذن فتى العلى يكسر إيش؟ الكلام على الميم، لأنه الكلام قال ومن دون وصل ضموها قبل ساكن للميم. وقبل الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا. إذن إذا كسر ما قبل الميم، كسرت الهاء التي قبل الميم، زي بهم الأسباب، يقول بهم الأسباب من باب الإيه؟ الإتباع، يسموه في اللغة الإتباع، بهم الأسباب. طيب إذا كانت ياء ساكنة يقول أيضا عليهم الذلة، عليهم الذلة، ويقول مثلا عليهم المسكنة، وأيضا عليهم القتال. خلاص؟ إذن أبو عمرو ها يكسر الهاء والميم، والياء لابد أن تكون ساكنة، لكن لو قال لن يؤتي هم، يؤتي يا هم، لن يؤتيهم الله من فضله، فهذه الياء لا ينطبق عليها هذا، لأنه قال مع الكسر قبل الهاء أو الياء
ساكنا، وهذه الهاء متحركة وليست ساكنا، فيقرأها كالجمع. إذن إذا جاءت قبل الهاء اللي بعدها ميم جمع، جاء قبلها كسر أو ياء ساكنة، فإن أبا عمرو يكسر الهاء والميم، عليهم القتال بهم الأسباب. وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملل، الشيخ شملل هذا من؟ حمزة والكسائي، الشين رمز حمزة والكسائي، شملل يعني أسرع، شملل أي أسرع. وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملل، إذن المرموز لهم بحرف الشين في حال الوصل كسر الهاء بالضم، يعني يضمون الايه؟ الهاء. طيب شوان يضمون الهاء، هو قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم عليه. طب فين حكم الميم؟ الميم قالها قبل كده، ومن دون وصل ايه؟ ضموها قبل ساكن، ما انت لازم تجمع الكلام مع بعض، وهذا دائما الشاطبي كده فزاحم بالذكاء، ها دائما تجمع اللي قالوا لا تاخذ قطعه واحده. وقال ومن دون وصل ضموها قبل ساكن، وهنا قال ايش؟ ها وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملل، اذا هيضم ايه؟ الاثنين الهاء والميم. يقول عليهم القتال، ويقول بهم الاسباب، بهم الاسباب، او طبعا حمزه عشانه بيسكت بهم الاسباب او بهم الاسباب، خلاص. مثلا يؤتيهم الله. طيب اذا ابو عمرو يكسر الاثنين، ها، وحمزه والكسائي يضمان الاثنين. يقول أبو عمرو بهم الأسباب عليهم القتال، وحمزة والكسائي يضمان عليهم القتال بهم الأسباب. طب والباقون؟ قال الأمثلة كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، وقف للكل بالكسر مكملا. الباقون ماذا يفعلون؟ يكسرون الهاء ويضمون الميم. لا، منين جبنا هذا؟ لأنه هو قال في الأول ومن دون وصل ضموها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء والياء ساكن، وفي الوصل كسر الهاء بالضم. إذن الأصل أن الهاء مكسورة، ويضمها حمزة والكسائي في حال لاقاها ساكن. قال وقف للكل بالكسر مكملا، يعني إذا وقفت فصلت هذا عن الساكن الذي بعده، ها، إذا فصلت الكلمات هذه عن السواكن اللي بعدها، قف للكل بالكسر، يعني تقول بهم، عليهم، فيهم، يؤتيهم، وهكذا. إلا الكلمات الثلاثة لحمزة، احنا قلنا لازم نأخذ الكلام كله مع بعض، إلا الكلمات الثلاثة لحمزة اللي هي إيه؟ عليهم وإليهم ولديهم. هذه اللي يقول وقف للكل بالكسر، هذا إطلاق يقيده ما سبق، هذا إطلاق يقيده ما سبق. وها هنا تلخيص لحكم ميم الجمع مع ما بعدها. طيب بطيء شوية. قراءة أبي عمرو، طبعا مكتوب أبو عمرو لكنها أبي عمرو. قراءة أبي عمرو فيهما بكسر الميم بميم الجمع تبعا لكسر الهاء، بهم الأسباب عليهم القتال. وقراءة حمزة والكسائي فيهما، ها، بهم الأسباب عليهم القتال. وقراءة الباقين فيهما بكسر الهاء وضم الميم. خدنا كسر الهاء من ايش؟
وقف للكل بالكسر، أو قال ضم الهاء، كسر الهاء بالضم، وأخذنا ضم الميم في حال الوصل، قالوا من دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. إذن الباقون يقرؤون بهم الأسباب وعليهم القتال، واضح؟ طيب، ويقول أما إذا وقفنا نقول في قلوبهم يأتيهم يؤتيهم، احنا الشرطة هذه الفاصلة، يأتيهم العذاب يأتيهم العذاب، يأتيهم العذاب، لكن إذا وصلنا إذا وقفنا نفصل بقلوبهم بهم يأتيهم وهكذا، وهذه اللي تحت يعني زيادة لا داعي لها. طيب، ويكون ذلك في جميع الكلمات إلا ما ذكر لحمزة من ضم الهاء وصلا ووقفا في عليهم إليهم لديهم، سواء وقفنا وصلنا جاء بعدها ساكن جاء بعدها غير ساكن، كلها مضمومة الهاء لحمزة، عليهم القتال أو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أو صراط. طيب، نعيد سريعا بدون اللوحات عشان المساعدة. إذن إذا جاء بعد ميم الجمع ساكن فالأصل أن نضم ميم الجمع، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن، وضم بدون صلة، وبعد الهاء كسر فتل على مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة. إذن فتل على يضم يكسر الهاء والميم معها، بهم الأسباب عليهم القتال، وحمزة والكسائي يضمان، بهم الأسباب عليهم القتال، والباقون يكسرون الهاء ويضمون الميم، بهم الأسباب عليهم القتال. وأما حال الوقف فترجع الهاء إلى كسرها والميم إلى سكونها، عليهم بهم فيهم يزكيهم ونحوها. وبهذا نكون قد انتهينا من فرش حروف سورة البقرة، فرش إن شاء الله بشرة خير. ننتقل إلى باب الإدغام الكبير، تفضل. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا وعلمائنا وجميع المسلمين. يقول الإمام القاسم بن فيرو ابن خلف ابن أحمد الرعيني الأندلسي المتوفى سنة 90 بعد 105 في متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، باب الإدغام الكبير. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا، إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلا أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. كيعلم ما فيه هدى وطبع على كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمو تمثلا، إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا،
وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا كيبتغي مجزوما وإياك كاذبا ويخل لكم عن عالم طيب الخلا ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لعتلا فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا وواو هو المضموم هاء أنكه ومن فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا. الإدغام الكبير هو أول الأبواب التي تعرض لها الناظم في لأنه جاء في أم القرآن في قوله تعالى الرحمن الرحيم ملك إذا وصلت. أما الإدغام فهو من الأبواب الواسعة في اللغة وقد خصص له سيبويه في كتابه الأشهر الكتاب بابا كبيرا بل كتابا كبيرا عرف بكتاب الإدغام وهو الكتاب الذي تناول فيه مخارج الحروف وصفاتها وما يدغم وما لا يدغم ونحو ذلك. أما الإدغام فهو إفعال إدخال الشيء في الشيء أدغم من أدغم اللجام في فم الفرس يعني تضع اللجام في فم الفرس هكذا هذا يسمى الإدغام أخذ منه ذلك في المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي إدخال الشيء في الشيء. أما في الاصطلاح فهو قريب من هذا المعنى اللغوي وله تعريفات كثيرة نختار منها تعريف ابن الجزري في الناشر رحمه الله قال النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا وبعضهم يقول وصل حرف ساكن بحرف متحرك مع التشديد ويدخل الحرف الأول في الثاني إدخالا شديدا ويرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة يعني بدل ما أقول وقل ربي بقول إيه اللام بتذهب تماما أو قر وقر ربي بدل ما أقول من ربهم وهذا لا يسوغ حتى في اللغة لا يسوغ هذا الإظهار لا يسوغ ولا لغة تقول من ربهم فيرتفع اللسان ارتفاعة واحدة أو ينبو نبوة واحدة وهذا الأسهل من أن تقول من رب يعني كما يقولون كمشي المقيد ها لكن أنت تقول من ربهم والإدغام
هو ليس هو الأصل، بل الأصل الإظهار، لكنه يحسن في مواضع ستأتي، يحسن الإدغام في مواضع. الأصل إظهار كل حرف على حدته، وعند القراء أقسام، صغير وكبير، وفي البعض يقول مطلق، لكن وعند اللغويين واجب وجائز وممتنع، ولن نسهب فيما عند اللغويين فهذا له مقام آخر. أما عند القراء فهو كبير وصغير. نبدأ بالصغير عشان الصغير يعني يحتاج نراضيه شوية. الصغير يكون الحرف أول الحرفين ساكن، ساكنا يكون أول الحرفين ساكنا، كما في مثلا من ربهم، الحرف الأول هنا إيه؟ ساكن، والحرف الثاني متحرك. أقول من ربي، وقل ربي، ألم، هي بس النون بس اللي تدغم؟ لا، في اللام تدغم وفي حروف أخرى تدغم. أما أقول مثلا حاصر صدورهم، عندما يدغمها حاصر صدورهم، هذا إدغام أيضا. ها، صغير ولا كبير؟ ها، صغير. إيه اللي كبره بس؟ صغير يا عم، حصرت التاء ساكنة. هو كبير عشان احنا ما متعودين عليه في حفص يمكن، لكن هو عند القراء صغير ما دام الأول ساكن، فقد ضل عند من يدغم هذا النوع. وقيل صغير لقلة العمل فيه، خلاص انت عندك الحرف ساكن والتاني تشبكهم في بعض، قد ضل. ولا يكون إلا في كلمتين، ولا يكون الإدغام الصغير إلا في كلمتين. وهذا موجود في جميع كتب القراءات، يعني التعرض للإدغام الصغير موجود في جميع كتب القراءات. أما الإدغام الكبير، إذن الإدغام الصغير يكون أول الحرفين ساكنا وسمي صغيرا كما قلنا لقلة العمل فيه، وندخل هذا الحرف كما ذكرنا في أحد التعريفين، يدخل إدخالا شديدا حتى يذهب الحرف، وفي نوع طبعا اللي هو الناقص، هذا له مقام آخر. قل من ربهم وقل ربي، أو قص لقص صدق الله، لقص صدق، خلاص ذهبت الدال، قد تبين الرشد، قد الدال ما عادت موجودة، نقول قد ناو الدال ما لها أي وجود، قد تبين. أما النوع الثاني فهو الإدغام الكبير، ويكون الحرفان متحركين، ويكون الحرفان متحركين، ويلزم لذلك أن نسكن الأول، ويلزم لذلك أن نسكن الحرف الأول. ولذلك قالوا كبير، بعضهم قال لاستيعابه قواعد الإدغام، وفي بعضهم قال لكثرة العمل فيه، يعني احنا الأول الثاء القسم الأول الصغير خلاص الحرف ساكن، قد ضل خلاص حاصر الصدور، لكن الرحيم مالكي، الرحيم مالكي، عندي الحرفين متحركين، فيلزم أن أسكن الأول حتى أدغمه، ما ندغم متحركين ما يسمح، فأقول الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. فقيل لتأثيره في تسكين المتحركات ولكثرة العمل فيه، وهو يعم المثلين والمتجانسين والمتقاربين، ويجري في كلمة وفي كلمتين. النوع الأول الصغير لا يأتي إلا في إيه؟ ها؟ كلمتين فقط. أما الكبير فيأتي في كلمة كما سيأتي، يعني في مناسككم وسلككم، ما سلككم في سقر، ورويت حروف أخرى لكن التفصيل سيأتي.
بعض المصنفين لم يذكر الإدغام الكبير في مصنفاتهم، والإدغام له أسباب وشروط وموانع، له أسباب وشروط وموانع. أما أسباب الإدغام فهي التماثل أو التقارب أو التجانس. إذا كان الحرفان متباعدين استحال إدغامهما، يعني مثلا عندك عين وباء، مثلا العين في وسط الايه؟ الحلق، والباء في الشفتين، يعني بينهما مفاوز مشوار ما يمكن أن يدغم إلا بتمحل وتكلف وتعسف زائد، وربما لا يندغمان أيضا، أنا لم أجرب. فإذا تباعد الحرفان لم يمكن إدغامهم، وإنما هو يحصل ها إذا تقارب الحرفان أو تماثلا. فقل فما ربحت تجارتهم، هذا إيش؟ تماثل. أما قول فقد ضل، هذا إيش؟ تقارب وليس تماثلا. أما قل قد تبين، هذا إيش؟ تجانس، لأنه من مخرج واحد. خلاص. وتعريف التجانس والتقارب كما سيأتي عند المتقدمين فيه اتساع شوية، يعني قد يطلقون المتجانس على المتقارب والمتقارب على المتجانس، وإذا أطلق التجانس أو التقارب قد يعم القسمين، يعني لم يثبت الاصطلاح إلا متأخرا كما سيأتي في الباب التالي. إذن أسباب الإدغام ما هي يا إخوة؟ التماثل والتقارب والتجانس. طيب، شروط الإدغام هذا سيأتي بالتفصيل، لكن نشير إشارة. بالنسبة للإدغام الكبير، احنا نتكلم عن الإدغام الكبير، أن يتحرك الحرفان، لأنه لو سكن أولهما ها صار صغيرا، ولو سكن الثاني لا يجوز فيه الإدغام عند القراء، وإن كان يجوز في صورة عند اللغويين. أن يلتقي خطا، يكون في الخط واحد، يعني في بينهم اتصال، فلذلك ندغم إنه هو، إنه هو. واحد يقول طب ما احنا عندنا في واو صغيرة، لا، ما نقول خط يعني كتابة الصحابة، الواوات والألفات هذه طبعا أكيد ستتعرضون لها في دروس الرسم، هذه ليست من الرسم، هذا ضبط يساعد القارئ، وإلا في كتابة الصحابة ها ها، يعني ما فيش الايه الصلة هذه، حتى الفتحة والضمة والكسرة والتشديد والنقاط وكل هذا ورموز التنوين، وهذا كله يعني ألحق فيما بعد حتى يعني يجنب القراء اللحن. فإنه هو هذه أدغمت، لكن أنا نذير لم تدغم. لماذا؟ لأن الألف هذه ثابتة حتى في كتابة الصحابة، ثابتة، فلذلك أنا نذير ليس فيها إدغام، لأنهما لم يلتقيا خطا فصل بينهما بالألف، لكن إنه هو أدغمت لأنهما اتصلا خطا، ولا عبرة بهذه الواو الصغيرة. أما الموانع فستأتي في كل قسم، لكل نوع موانع خاصة. وجه الإدغام، لماذا ندغم؟ الإدغام يقصد منه التخفيف، يعني شوف أنت بتعاني كيف لما تيجي تقول كذبت ثمود، ها؟ حصرت صدورهم، حصرت صدورهم، تجد أنك عندك يعني تحتاج إلى مهارة حتى تفك الحرفين من بعض، لكن لما تقول حصرت صدورهم هذا أسهل ولا لا؟ لذلك قال الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله: الإدغام لغة العرب التي لا يحسنون غيرها، وهي التي تجري على ألسنتهم. لذلك في العميات تجد الإدغامات هذه بالمئات وبالآلاف، لكن تحتاج إلى رصد أن ترصد، يعني لو تتبعت اللهجات العامية تجد أن الأصل فيها الإدغام الإظهار هذا أقل، وتجد فيها الأصل التسهيل والتخفيف دائما في الهمزات وغير ذلك.
أنا لما بننادي لأحمد ونقول له إيش يا أحمد ولا يا أحمد كده على طول يا أحمد بنسهل. طيب قال الناظم رحمه الله: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. قطب الشيء ملاكه وقوامه كقطب الرحى، تعرفون الرحى التي تدور، يكون في الوسط هذا إيش، هذا اللي في الوسط هذا اللي تدور حوالين الرحى هذا القطب. قال: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. تحفل من تحفل اللبن في الضرع يعني امتلأ، أو تحفل الوادي بالماء امتلأ يعني زي المطر لما يأتي. أما هنا فقصد أن أبا عمرو البصري احتفى بهذا الباب أكثر من غيره، قالوا لأنه انتصر له واستشهد عليه واشتهر بقراءته. ودونك إغراء، يعني يقول أيها القارئ ها خذ هذا الباب، دونك هذا الباب من أبواب القراءات، خذ هذا الباب واحرص عليه وتعلمه واعمل به. ودونك الإدغام الكبير، وعرفنا ما هو الإدغام الكبير وقطبه أبا. إذن أكثر من اشتهر من القراء بالإدغام الكبير هو من؟ أبو عمرو البصري. قال ابن الجزري: ولم ينفرد به، يعني هو أكثر من اشتهر به لكنه لم ينفرد به، فقد رواه في المتواتر يعقوب الحضرمي في الطيبة، رواه يعقوب الحضرمي في الطيبة بخلف عنه، ورواه الحسن البصري وابن محيصن وطلحة بن مصرف وعيسى بن عمر والأعمش ومسلمة بن محارب وغيرهم من القراء. هؤلاء رووا الإدغام الكبير، لكن اللي ذكرنا أسماءهم بعد يعقوب كلهم قراءاتهم لم تتواتر. ووافقه حمزة في أحرف يسيرة، حمزة رحمه الله وافق أبا عمرو في أحرف يسيرة، وإنما أشار هنا إلى أبي عمرو لشهرة هذا الباب عنه، ولأن الأحرف اليسيرة التي يوافق فيها حمزة ذكرها في سورها، ذكرها في سورها. طيب هل هذا الإدغام هو فعلا مروي عن أبي عمرو بتمامه أم هو عن السوسي؟ طبعا عبارة الناظم تفيد ماذا؟ أنه عن أبي عمرو، وهكذا هو المنطوق والمفهوم، لكنه مقيد بما كان يفعله الناظم رحمه الله. فقد كان الناظم رحمه الله يقرأ ويقرأ لأبي عمرو من رواية السوسي بالإدغام الكبير فقط، ولا يقرأ ولا يقرأ إلا من هذا الإيه، من هذه الرواية. ولذلك فإن هذا مقيد بما فعله الناظم رحمه الله، ولا يقرأ بالإدغام الكبير من الشاطبية إلا من رواية السوسي. أما في الطيبة فلأبي عمرو الخلاف في الإدغام وفي الإظهار، يعني له الإظهار والإدغام من الروايتين. قال أبو عبد الله الفاسي في الآلئ الفريدة: عزاه الناظم إلى أبي عمرو كما فعل صاحب التيسير، وكان الناظم يقرئ به من طريق السوسي لأنه كذلك قرأ، ولا يجوز أن يقرأ أو يقرئ إلا بما قرأ، ولا يجوز أن يقرئ إلا بما قرأ. ونص على ذلك السخاوي والشيخ عبد الفتاح القاضي وغيرهم أنه أن الإدغام من طريق السوسي فقط. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: ففي كلمة عنه، هذا القسم الأول، قال ففي كلمة عنه مناسككم، وفي طبعا في ضبطت مناسككم، وإن كان صاحب العقد النضيض رجح الكسرة فيها ولا تدغم، لأن إدغامها يقتضي تحريك ميم الجمع، يقول مناسككم، يعني لو قلنا يجوز يعني نقول ففي كلمة عنه مناسككم وما، أو مناسككم وما سلككم، وباقي الباب ليس معولا، أي أنه أي أن أبا عمرو
لم يروي الإدغام الكبير إذا حصل في كلمة واحدة إلا في موضعين فقط: مناسككم في البقرة فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم مناسككم، وفي قوله تعالى: ما سلككم في سقر، يقرأ ها ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر. قال: وباقي الباب ليس معولا. هاتان الكلمتان نصا. بعض الكلمات هذه بأعيننا وجوههم وكذا روي فيها الإدغام لكن من طرق غير مشهورة ولا يعول عليها، لذلك قال: وباقي الباب ليس معولا. طبعا غير مشهورة فضلا عن أن تكون متواترة، يعني غير مشهورة فضلا عن أن تكون متواترة، يعني لم تصل حتى إلى الشهرة. فالشاهد أنه ليس في هذا القسم. طبعا هو الناظم لم يشر في البداية إلى أن هذا يتكلم عن المثلين، لكنه اتضح مما أتى به في البيت الذي سيأتي، لأن في البعض يعترض عليه يقول: طب ويرزقكم، طب ما في كلمة ها صح، يرزقكم مش في كلمة واحدة؟ طيب، لأنه هو خصص هذا القسم للمثلين فقط، لكنه نفهمه من توالي الأبيات كلها في المثلين. قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. هنا أشار نصا، قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. نعم، صحيح. ما احنا قلنا انه حمزة، وربما يعني يأتي لبعض القراء كابن كثير، وتأمن ايضا بعضهم يلحقها بهذا القسم، يأتي لهم اشياء يسيرة تأتي في فرش الحروف في السور، لكن هو هنا ينص على القواعد العامة لهذا الباب، لان هذه الاصول التي يقوم عليها الباب. في عندنا كلمات أخرى نبهنا عليها أنها ستأتي في سورها. قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. طبعا لا بد من إدغام، يعني يقصد عن قطب الباب أو عن السوسي، وليس عن جميع القراء، وإنما لأنه قال أبو عمرو البصري فيه في التحفلة، فالكلام هذا عن أبي عمرو، وكما قلنا أنهم نصوا أن الإدغام من رواية السوسي عنه فقط. قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. يعني إذا التقى مثلان وتحركا فلا بد من إدغام ما كان أولا. وأتى لذلك بأمثلة: كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. كيعلم ما، هنا مثلان، يعلم ما، وطبعا إذا كان في ميم أو نون فنشدد ومع الغنة. كيعلم ما فيه هدى، يقول إيه فيه هدى، وطبع على، طبع على أصبحت إيش؟ طبع على، ولا يشترط أن تكون الحركة متحدة. يعني هنا مثلا يعلم ما ضم فتحة، فيه هدى كسرة ضمة، طبع على الحركتين زي بعض، ما هو شرط، المهم أن هذا متحرك، الاثنان متحركان. كيعلم ما فيه هدى طبع على قلوبهم، هذه حتى يكمل فقط وليس فيها الإدغام، يعني يكمل الشاهد يعني. والعفو وامر، طبعا هي في رواية القصيدة والعفو وامر، لكن في الأداء وفي القراءة، لأن السوسي يخفف الهمز. والعفو وامر. طيب، هذا الإدغام أتى لنا بالأمثلة،
والأمثلة هذه عليها مدار جميع الأمثلة. الأول جاء فيه بالحرفين متحركين، وقبل الحرف المتحرك متحرك. طبعا لما نقول قبل الحرف المتحرك في المدغم في الأول، يعني يعلم لا، اللام إيه؟ مفتوحة. فهذا النوع متحرك، جاء بعده إيه؟ قبله متحرك. فيه هدى، جاء قبله إيه؟ ساكن، والساكن هذا حرف مد، وطبع على ها يلحق بأي واحد؟ متحرك متحرك. والعفو وامر ساكن صحيح. يعني الأمثلة الأربعة أتى باثنين قبل المدغم متحرك، والمثالان الآخران ها قبل المدغم ساكن، واحد ساكن صحيح وواحد ساكن المعتل. فعلى أي حال فهذا يدغم بشرط انتفاء الموانع التالية. هذه الموانع، قال الناظم رحمه الله: إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. طبعا المخبر ده يعني فيكم شر المخبرين. المخبر يعني المخبر عن نفسه المتكلم. يعني قال: إذا لم يكن تا مخبر يعني يخبر عن نفسه، يعني متكلم. كنت، ذهبت، قضيت، سعيت، رميت، وهكذا. قال: إذا لم يكن الحرف الأول من الحرفين المتحركين المتماثلين، إذا لم يكن الأول منهما تاء متكلم أو مخاطب، والمخاطب يشمل قسمين: المخاطب المذكر والمخاطب المؤنث، أنت وأنت، أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. أو المكتسي تنوينه، لماذا قال المنون قال مكتسي؟ لأنهم يعتبرون التنوين حلة وزينة للإيه؟ للاسم المنكر. فيقول: أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. إذن عندنا كم قسم يمنع الإدغام؟ أربعة: تاء المتكلم أو المخبر، وتاء المخاطب، ها المكتسي المنون، أو المثقل أي المشدد أو المضعف. كل هذه الأقسام لا يجوز الإدغام فيها، ولكل واحد منها قصة في لماذا لا ندغم وكذا، لكن يعني المقام يطول بشرح هذا. لكن إذا كان أول المثلين، إذا كان أول المثلين تاء مخبر أو تاء مخاطب أو منون أو مشدد، فإننا لا ندغم. ولف ونشر، لف إيه ونشر إيه؟ الغسيل يعني، ولا نشر إيه؟ ها هو جاب الآن هذا، ما قال هذه يعني إذا لم يكن هذه الأشياء موانع، هذه موانع إيه؟ موانع إدغام. ثم ذكر الأمثلة تأخذ المثال الأول ينطبق على الأول، والثاني على الثاني، والثالث على الثالث، والرابع على الرابع. كيف يعني؟ وقال: إذا لم يكن تاء مخبر، قال: ككنت ترابا، هذا تاء مخبر. أو مخاطب، أنت تكره. أو المكتسي تنوينه، واسع عليم. وأيضا هذه زيادة فقط عشان إقامة وزن البيت، تم ميقات، تم ميقات. فهذه الأنواع الأربعة لا ندغم، إذا التقى المثلان في هذه الأنواع الأربعة لا ندغم. ليست هذه أمثلة للإدغام، وإنما هذه أمثلة لما يمتنع إدغامه، وهي إنما هي أمثلة لما يمتنع إدغامه. لأن في بعض الناس أحيانا يقفز في وسط المسألة ويقول: ده الشاطبي استشهد بأربعة أمثلة، ككنت ترابا أنت تكره، ما عجب الأربعة الأولى جاب الأربعة الأخيرة. هذه جاءت بعد ماذا؟ ها؟ جاءت بعد الموانع وليس بعد الموجبات. وقال: فلا بد من إدغام ما كان أولك يعلم، هذه الإدغامات. أما هذه جاءت بعد الموانع، ككنت ترابا أنت تكره. وليست هذه الكاف هنا كاف للتشبيه، أمثلة يعني ليست حصرية، ليست
حصرية تجد كثير جدا من الأمثلة غير هذه. طيب، وقد أظهروا، خد بالك هذا ممتنع أيضا، هذا ممتنع أيضا لكنه ليس تبع القاعدة الأربع الكلمات. وقد أظهروا في الكافي يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجملا. وقد أظهروا في الكافي يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره. احنا عندنا ايه؟ كاف وكاف، فلا بد من إدغام، وما كان من مثلين في كلمتين فلا بد من إدغام ما كان أولا. وهذا ليس تاء مخبر ولا تاء خطاب ولا منون ولا مثقل، لذلك نص عليه لوحده. قال وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، لا ندغم هنا وإنما نظهر. قال لماذا؟ إذ النون تخفى قبلها لتجملا، لأن النون التي قبل الكاف تخفى، فيصبح في ثقل إن عندي إخفاء، والإخفاء قريب من الإدغام، يعني ليس إدغاما وإنما هو قريب من الإدغام، فيأتي بعدها إدغام يكون ثقيلا. وهذه نفس العلة اللي اعتلوا بها في كنت ترابا وأنت تكره، ها؟ إن قبلها أيضا إيه؟ ساكن، والساكن هذا مخفى، أنت تكرم. وبالمرة بما أننا تكلمنا عن الاثنين دول، التنوين طبعا يمنع الإدغام لأنه فاصل، أنت تفصل بنون، تقول واسع عليم، هي صحيح العين عين، في الخط ملتقيان لكن في الصوت غير ملتقيين، في فاصل اللي هو التنوين، لأن التنوين عبارة عن إيه؟ نون. إذن قد يكون التنوين يفصل بين الكلمات. والمثقل معروف أنه لا يدغم حرفان في حرف، احنا عندنا حرفين أدغمهم في حرف ما يتأتى، لأن الأصل في الإدغام أن يدغم الضعيف في الإيه؟ في الأقوى، والمشدد أقوى من الإيه؟ من المخفف. فما تقول تم ميقات مثلا، أو الحق قل، عندنا الحق، الحق قل، ما ينفع أن أنا إيه؟ أدغم. طيب، قال وعندهم الوجهان، نعوذ بالله من ذي الوجهين، لكن الوجهان عند أهل الرواية أنه روي فيها طريقتان، روي الطريقتان في قراءتها. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، أي أنه جاءت بعض ألفاظ في القرآن الكريم حذف من الكلمة حرف، وقد يكون حرفان، حذف منها فالتقى المثلان، والأصل ألا يلتقي، الأصل ألا يلتقي، لكن لما حصل الحذف، لما حصل الحذف التقى المثلان. فيقول لأجل الحذف فيه معللا، معللا يعني مسببا، يعني بسبب هذا الحذف التقى الحرفان. قال في هذا النوع إذا التقى الحرفان بسبب حذف فإن المروي عن السوسي الوجهان، يعني الإظهار والإدغام، كيبتغي مجزوما في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا. أصل الكلمة ماذا؟ يبتغي، لكن لأنها مجزومة، لأنها مجزومة، وكل الثلاثة مجزومة على فكرة، حتى لا يعني يتبادر إلى الذهن وقال يبتغي مجزوما والباقي مش مجزوم، لا الثلاثة كلها مجزومة، الأمثلة اللي ذكرها. كيبتغي مجزوما هي أصل الكلمة يبتغي، لكن لأنها جاء قبلها من الشرطية الجازمة فحذفت الإيه؟ الياء، أصبحت إيش؟ ومن يبتغي كسر فقط. فالتقت الغينان، فالتقت غين يبتغي مع غين غيره،
والأصل أنهما غير ملتقيتين، الأصل كده، لكن التقيتا بسبب حذف الإيه الياء، وحذفت لعلة، حذفت لعلة لغوية لم تحذف على غير قياس، إنما حذفت لعلة. فقال فإذا التقى يعني الغينان أو الكافان أو اللامان في الأمثلة الثلاثة، قال عندهم الوجهان، يعني تقرأ يبتغ غير ويبتغ غير، وكذلك وإن يك كاذبا يك كاذبا يك كاذبا، يخل لكم ها يخل لكم ويخل لكم. وما الذي جوز الوجه الثاني فيها؟ أنها للحذف الذي حصل، وإلا لو كان الالتقاء من الأصل هما الغينان ملتقيان وكذلك الكافان واللامان لم يكن فيها الوجه الثاني للسوسي، ولكن لأنه حصل فيها حذف قال وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف، فلأجل الحذف أجازوا الإيه الوجهين، أجازوا الوجهين. وطبعا الكلمات الثلاثة، وذكر الكاف في أولها، الكاف في كنت ككنت ترابا وكذا، هذه للتشبيه وللتمثيل، أما هنا فالكاف زائدة، الوجه في الكاف أن تكون زائدة. لماذا؟ لأن هذه الأمثلة ليست أمثلة وإنما هي حصر للمواضع، وإنما هذه المواضع ليس هناك موضع رابع، هذه المواضع الثلاثة فقط ليس هناك موضع رابع، وبالتالي الكاف هنا زائدة. قال كيا بتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الإيه الخلاء. العالم طيب الخلاء قد يقصد به أبي عمرو الداني، لأنه يعني روى الإدغام وقال وقرأت فيه بالوجهين، وقرأت فيه بالإيه بالوجهين. وقد يقصد به البصري أبي عمرو البصري أو اليزيدي اللي هو الراوي عن أبي عمرو. والخلا في الأصل هو الحشيش الذي ينبت في الإيه في الأرض، وطيب الخلا هنا قصد به حسن الحديث، حسن الحديث، يعني خذ هذه، خذ الوجهين في الكلمات الثلاث أو في المواضع الثلاث عن عالم طيب الخلا، لأنه روى فيهم أو فيهن الوجهين. ثم أراد أن يحتج لهذا المذهب، أراد أن يحتج لهذا المذهب الذي يرى الإدغام، قال ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. يعني قال إنه لم يختلف، يعني هذا حصل فيه خلاف، في البعض روى فيه الإظهار والبعض روى فيه الإيه الإدغام، وأبو عمرو الداني قال أنا قرأت بالوجهين، والشاطبي ذكر فيه الوجهين، ولذلك فنحن نقرأ بالإيه بالإيش بالوجهين. ثم أراد يعني أن يعضد هذا الكلام ويحتج له ويقويه، قال ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. في بعضهم روى الإظهار فقط في الثلاثة الماضية اللي يبتغي وكذا، فهو أراد يقول إذا كنتم يعني رويتم الإظهار في الثلاثة فإحنا عندنا كلمات رويتم الإدغام فيها قولا واحدا، يعني كل الرواه عن السوسي رووها بالإدغام اللي هي هذه ويا قوم مالي ثم يا قوم من، وهذه الكلمات فيها حذف أيضا، هي أصلها قومي قومي، لكنها الياء فيها يعني فيها هي تفارق الأولى من وجه، هذه الحذف فيها لغة، وهي بل هي اللغة الفصيحة،
يعني انت في القرآن كله مع النداء، مع النداء تجد يا قوم ورب محذوفة الايه الياء دائما. فقد يحتج عليه محتج، لكن الشاهد هو قريب مما استشهد به رحمه الله. فمعنى ذلك أن يا قوم مالي ويا قوم من بلا خلاف على الإدغام، يعني هذه رويت بلا خلاف، حتى الذين رووا الإظهار في الأول ها رووا الإدغام هنا. وأكثر الخلاف حصل في رواية ابن مجاهد رحمه الله ورواية الداني، يعني كثير من المواضع في هذا القسم أو في هذا الباب يرويها ابن مجاهد بالإظهار ويرويها الداني بالإدغام، لكننا نعول على ما رواه الداني لأنه طريق الكتاب الذي نقرأ به. طيب، إذن يا قوم مالي ويا قوم من، فيها الوجهان ولا ثلاثة أوجه؟ وجه واحد. طيب كويس، لسه صحيح. إذن يا قوم مالي ويا قوم من، هذه فيها الإدغام قولا واحدا، قال بلا خلاف على الإدغام. لا شك أرسل رويا، يقصد هنا رويا، رويا الإدغام بلا خلاف. وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا. أظهر ابن مجاهد وعامة البغداديين آل لوط، فلما جاء آل لوط مثلا، يعني إلا آل لوط، هنا لام ولام متماثلين ولا لا؟ ها، وليست تاء مخبر ولا تاء مخاطب، الموانع التي ذكرها صح. إذن الأصل أن تدغم ولا تظهر؟ ها، تدغم. ابن مجاهد رحمه الله روى فيها الايه الإظهار، وروى الداني الإدغام، قال وبه قرأت، يعني لم يروي غيره. وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل. تنبل يعني نبل ورسخت قدمه في العلم وفي الفضل. هنا المقام، احنا تنبل قلنا ايضا من معناها الايه مات، تنبل البعير اي مات. هنا تنبل اي فضل وارتفع مقامه واشتهر ذكره وفضله. قال وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل. الذين قالوا لا ندغم آل لوط لماذا؟ قالوا على حرفين بس، أو قالوا على ثلاثة أحرف. فقال رده من تنبل، يعني رد هذا القول من تنبل، اللي هو قصد به الداني وغيره ممن وافقه، ردوه بماذا؟ بإدغام لك كيدا. فقد روي لك كيدا بالإدغام قولا واحدا، يعني قال إذا كنتم تحتجون علينا بأن آل لوط قليلة الحروف، فالمروي عن السوسي الإدغام قولا واحدا في ماذا؟ لك كيدا. قال الداني في لك كيدا، ولا أعلم الإظهار فيه من طريق اليزيدي، ذكر ذلك في جمع البيان، قال ولا أعلم الإظهار في لك كيدا من طريق اليزيدي. قال بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لعتلى، يعني قال لو احتج محتج، لو حج مظهر، حج هنا ليس الحج والعمرة وإنما الحج بمعنى الاحتجاج، ولو حج مظهر أي احتج مظهر، كما في الحديث فحج آدم موسى في حديث الشفاعة مشهور، قال فحج آدم موسى، يعني غلبه بالإيه؟ بالحجة. يعني لو اعتل معتل أو احتج محتج بأن أوسط كلمة آل ها علة بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، يعني قال لو كان
هذا الكلام صحيح قولا واحدا إن أوسط كلمة آل يعني حرف علة، لو صح هذا الكلام لا اعتلى هذا المذهب، لا على هذا المذهب اللي هو مذهب الإظهار على مذهب الإيه الإدغام. وهو يعني نقل يعني ما روي عن ابن مجاهد من الإظهار اعتلى بأن وسط آل حرف علة. واحد يقول أصلا آل ما لها وسط، هم حرفين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. الأوسط حرف المد صح؟ طيب لكن دائما الألف يبحثون في أصلها، يقول أصلها واو ولا أصلها ياء ولا دائما الألف فيها مشاكل في أصلها. طيب ما أصل هذه الواو؟ ذكر الكلام، قال فإبداله من همزة هاء نصلها، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا. نقل عن سيبويه أنه قال إن أصل هذه الكلمة آل أصلها أهل، لذلك قال فإبداله من همزة هاء نصلها، والبعض قال هذا بحثناه ولم نجده في كتاب سيبويه، وإن كان مشهور في أكثر شروح الشاطبية نسبة أن كلمة آل أصلها أهل ينسبونها لسيبويه. وقال بعض الناس من واو نبدلا، وقال بعض الناس يشير هنا إلى الكسائي وابن شنبوذ أنهم قالوا أن أصل كلمة أهل أول وليست أهل، أصلها واو. ورجحه أبو شامة وصححه السمين الحلبي في العقد النظري. فالشاهد أن البعض يقول أن آل يعني آل أصلها أهل، والبعض يقول أصلها إيه أول. الذي رواه الداني في هذه الكلمة الإدغام قولا واحدا آل لوط، هذه خلاصة المسألة عشان من ضيع. آل لوط رواها بالإيه بالإدغام، قال وبه قرأت، وبه قرأت، وهذا المعول عليه. وما ذكره الشاطبي رحمه الله يعتبر من زيادات القصيد، فإن أردت أن تقرأ فاقرأ بالوجهين، آل إلا آل لوط إلا آل لوط إلا آل لوط. وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا. في واو هو المضموم، طبعا أبو عمرو مذهبه أن هو إذا سبقت بالفاء أو اللام أو الواو تسكن، إذا سبقت بالهاء بالواو أو الفاء أو اللام تسكن الإيه الهاء، وكذلك هي يعني يقول وهو الغفور الرحيم. وهذه طبعا موجودة في قراءة كثير من الأئمة كده يقرؤونها بس بالخطأ وليس نسبة إلى أبي عمرو، يعني كثير من الناس لا يضم الهاء أصلا يقول وهو، والصحيح في رواية حفص ومن وافقه أن تضم الهاء وهو فهو لهو. أما في رواية قراءة أبي عمرو فإنه يسكن هذه الهاء، فهو السميع العليم وهو الغفور الرحيم مثلا، يعني لهو القصص الحق، فهو يسكن الهاء. إذن الهاء هاء هو عنده فيها قسمان، ما يسكن اللي هو بعد الها الواو والفاء واللام، ويبقى على ضمه إذا لم يأتي هذه الكلمات، إذا لم تأتي هذه الكلمات فإنه إيه يضم الهاء. قال وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم، في قوله تعالى فلما جاوزه هو، هو هنا ليس قبلها لا واو ولا فاء ولا لام، خلاص فتضم ولا تسكن لأبي عمرو؟ تضم، لأن ليس قبلها الثلاثة حروف اللي تجعلها تسكن.
يقول فلما جاوزه هو الذين جاوزه هو الذين فهنا جاوزه هو ها وها ها أدغمنا هو الذين في البعض يحتج يقول أنت حرف المد الآن الواو لما أصبحت مضمومة ها أصبحت حرف إيه مد هو صح فأنت لما تدغم أذهبت حرف الإيه المد هذا ممتنع في كلام العرب وممتنع في القرآن إن احنا نذهب حرف المد لأنه حتى قالوا المثلين يدغم الأول في الثاني إذا لم يكن حرف مد فبماذا يرد عليهم حرف المد أصلا هنا الـ هو أصلا ليس أصله المد أصله الحركة هي أصل الكلمة إيه هو مفتوحة وإنما احنا طرأ عليها السكون لما أردنا أن ندغم طرأ عليها السكون لما أردنا أن إيه ندغم وإلا فهي أصلا مفتوحة وليست ساكنة مفتوحة وليست ساكنة فليس لهذا القول يعني احتجاج أما الساكنة الساكنة الهاء فهو يدغم بلا خلاف يعني وقع خلاف في هو المضمومة لكن الغير مضمومة يدغم بلا خلاف اللي هي زي ايه المواضع مثلا جاوزه هو الذين يأمر اللي هي في سورة النحل كهو من هو ومن يأمر يأمر بالعدل هو ومن يأمر اللي قبلها ايش هل يستوي هو ومن هل يستوي هو ومن فلك الوجهان هو ومن أما في الساكنة الهاء فلك الإدغام قولا واحدا من هذا الطريق فلك الإدغام من هذا الطريق قولا واحدا فتقول فهو وليهم فهو وليهم وهو واقع وهو واقع وهو وليهم بما هذه كلها الإدغام فيها قولا واحدا طيب ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد ولا يقول إذا كنتم تحتجون إن هو لا ندغمها للضم الذي قبلها فيأتي يوم فيها نفس العلة لما أسكن أقول يأتي صح لكن هذه روية الإدغام فيها بالإجماع يأتي يوم وما الفرق بين يأتي يوم أو ياتي يوم وهو من ما في فرق هذه السكون في الواو والياء عارض عشان الإدغام ليست أصلا ساكنة فهو احتج لهذا القول بأن يأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي يعني من اعتمد على ان هذا بسبب المد لا يسعفه هذا الدليل لان ياتي يوم ويا نودي يا موسى مثلا ونحوها ادغموه بلا خلاف نودي يا موسى ياتي يوم ادغموه بلا خلاف واحنا قلنا ان اكثر ما اختلف فيه هنا الراوي للاظهار هو ابن مجاهد وابو عمرو الداني روى الادغام يا اما قولا واحدا او قولين على حسب ما فصلنا اخيرا وقبل يئسن الياء في اللاء عارضا سكونا او اصلا فهو يظهر مسهلا قبل يئسن الياء في اللاء عارض طيب اللائي يئسن صح طبعا ابو عمرو لا يقرا اصلا بالياء هذه الاخيره واللام انما يقرا بهمزه محذوفه الياء والاصل في هذه الهمزه المتطرفه ان تبدل ان تسهل بين
الأصل في هذه الهمزة المتطرفة لمن مذهبه التسهيل أن يسهلها بين بين، لكنها أبدلت ياء على غير قياس في قراءة أبي عمرو البصري والبزي، يعني يقول إيش؟ واللاي اسم، واللاي اسم، فهي أبدلت قلنا على غير قياس، وهي أصلا مبدلة من ماذا؟ ها؟ من الهمزة، والأصل أنها تبدل، يعني إذا أبدلت من الهمزة أكسرها زي الهمزة صح؟ مش الهمزة مكسورة؟ مفروض أننا أكسرها، فهي أعلت مرتين، أولا أعلت بأننا حولنا الهمزة إلى ياء، ثم الياء هذه الساكنة المكسورة أعللناها مرة أخرى بإيه؟ بحذف الإيه؟ الكسرة منها. قال وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا، يعني هي أعلت بالإيه؟ بالسكون، وأيضا ليس أصلها ها الياء، ليس أصلها الياء، هو يعني كان وأصلا كان مفروض يقول وأصلا، يعني يعني وأصلا ليست فيها هذه الإيه؟ الياء، فهو يظهر مسهلا. طبعا هذه قضية اللاء يئسنا فيها كلام طويل جدا فليراجع في المطولات. ففي اللاء يئسنا الذي رواه ابو عمرو الداني قولا واحدا الإظهار، وهذا الذي نقله الشاطبي. بعض المحررين المتأخرين يلزمون الشاطبي بالإدغام، يقولون إن هذا مقتضى القواعد وأن هذا لا يلزمه، بل الذي يلزمه ما ذكره، الذي يلزمه ما ذكره. قال فهو يظهر مسهلا، يعني يظهر مرتكبا الطريق الأسهل، يأخذ الأسهل الذي هو الإظهار. هكذا روايته عن كتاب التيسير ورواية أبي عمرو عن شيوخه بالإظهار في هذا قولا واحدا. وكما قلنا أن بعض المحررين المتأخرين وكثير من المشايخ المقرئين الآن يلزمون القارئ بأن يقرأ بالوجهين بالإظهار وبالإدغام. قد يحتج واحد يقول وش دخل أصلا اللا يئسنا في الموضوع صح؟ لو كنا مصحصحين 150% صح؟ ليش؟ لأن الياء ساكنة ولا لا؟ وإحنا بنتكلم في إيه؟ في الإدغام الكبير، لما نتحدث في الإدغام الكبير، وهذا ساكنة، هذه الياء ساكنة، فأيضا قد يحتج أن هذه الياء سكنت لغير مقتض، وأنها أصلا كان مفروض تكون مكسورة وأنها سكنت لغير مقتض في اللغة ونحو ذلك. ولعل في هذا القدر كفاية، نسأل الله الجميع التوفيق والهداية.